بطل قراءته الأخير مين حبي يقرأنا إياه؟ رنا. The businessman laughed. That is the best part, he said. When the time is right, you could sell your company and become very wealthy. Maybe a millionaire. Me a millionaire, said the fisherman. Then what the businessman said. Then you could return, move to small fishing village where you could sleep late, fish a little, play with your grandchildren, and talk to your wife. In the evening, you could walk to the village, have some tea with your friends, and play the oud. جيد. إن the businessman left. هوني حرف الدي والآتش عم نلفظون إف، يعني باللغة العربية إف. left. ضحكة. سؤال. That's the best part. يعني هذا هو أفضل جزء. He said. هو قال. هي يعني أظن رجل أعمال. When the time is right. يعني عندما يحين الوقت المناسب. You could sell your company. You could يعني يمكنك. Sell أن تبيع your company. شركتك. And become وتصبح very wealthy. Very wealthy. Wealthy معناتها ثري. يعني غني جدا. Maybe a millionaire. ربما مليونيرا. فشو قال له الفيشرمان؟ قال له me a millionaire. يعني أنا يعني أصبح مليونيرا. Say the fisherman. Then what? يعني ثم ماذا؟ يعني ماذا بعد ذلك؟ The businessman said. قال له then you could retire. بعد ذلك يعني أنت يمكنك أن تتقاعد. ريتاير يتقاعد. move to a small fishing village. move to تنتقل إلى a small fishing village يعني قرية صيد صغيرة. where هون where شو معناها where؟ شوفوا where إن هلا معدت معاني بالسؤال بيكون معناها أين، لكن هون ما هو سؤال. بالجملة الإيجابية بيكون معناها حيث. بيكون معناها حيث، ولازم يجي قبل اسم مكان. لازم قبل يجي اسم مكان. فهون اسم مكان هي القرية. القرية اسم مكان. إذا تنتقل إلى قرية صيد صغيرة حيث وير حيث you could sleep late. يمكنك أن تنام متأخرا. fish a little. تصطاد قليلا. play with your grandchildren. تلعب مع أحفادك. and talk to your wife. وتتكلم إلى زوجتك. in the evening. لكن in the evening حرف جر in في المساء بجمع حرف جر in. في الصباح in the morning. في عند الظهيرة in the afternoon. فالصباح والظهيرة والمساء بجمع حرف جر in نفسه. in the evening إن with your friends مع أصدقائك and play the oud. play إن إذا إجا بعد آلة موسيقية بصير معناها يعزف. يعزف على العود، آلة العود. وهاب إن حكينا بيجي بعدها كتير يعني إلى معناها متعددة. تجي بمعنى يواجه، بمعنى يشرب، يتناول، لديه. هوني حسب الجملة. فهوني هاف سمتي يعني يتناول بعض الشاي.